السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، مرحبا بكم دائما في قصر الفخامة مع أبو معاوية، ولكم مني كل احترام وتقدير. حلقة أخرى رائعة كما العادة، وغتكون خفيفة ثاني إن شاء الله. عطور رائعة، ومازال مخلي لكم عطور أخرى إن شاء الله تحت المراجعة. بعد العطور سولون عليهم بزاف من الشركة ديال زمايا، راه كاينين الشركة تابعة الأفنان كما كتعرفوا، وباقي تحت المراجعة شي عطور حتى ديال عالم العطور فراغرانس وورد. مهم كاين ان شاء الله جديد عطور رائعه، وانا كما كتعرفوني دائما كنحاول على قد المستطاع نوفر لكم الجديد، ماشي من باب التجاره. انتما كتعرفوني انا اولا كنفرح ملي كنلقى شي حاجه من هاد العطور اللي كنبغيو نخدموا عليهم، راه انا اول واحد كنفرح لاننا كنبغيو نشاركوا دوك العطور ونشموهم، بالاخص العطور اللي كيكونوا غاليين، عطر تقريبا 300 دولار ولا 400 دولار ولا 250 دولار. المهم عطور كتكون زايده، لهذا كنحاول دائما نجيب لكم افضل وارقى انواع العطور. وبعض العطور كما كنذكركم دائما، ولو تيكونوا في السوق ما كنجيبهمش، راه بعض الفترات تيكونوا ما كيعجبونيش الا شي حاجه اللي كيكون عليها طلب. بالنسبه للمحل، المحل في الدار البيضاء عين الشوق شارع امقاله داخل سوق ياسمين، رقم المحل 23. اوقات العمل تقريبا الاسبوع كامل الا يوم الجمعه، والناس اللي كيجوا عندي المحل راه عارفيني في العشيه، في الصباح راه تكون الاخ ديالي، لهذا الامور الحمد لله راه واضحه. اخواني واخواتي، غادي نبداو ان شاء الله بالنسبه للتوصيل. التوصيل خارج كازا 40 درهم، داخل كازا 20 درهم، والدفع عن التسليم حتى كتوصلك لاكوموند ديالك وتقلبها وتشوفها، وعابش ديك الساعه تخلص لاكوموند. غادي نمشيو اخواني، العطر عجايب، عطر عجايب دبي من العطور الرائعه. هذا العطر هذا صراحه عطر رائع، ما عرفتش انا، ولو ان بعض الناس ما تفهمش اليوم هذا العطر، هذا عجيب، عطر رائع، افتتاحيه دارك، افتتاحيه ديالو. المهم انا من الافتتاحيه كيعجبني العطر، من الافتتاحيه عطر غامض في الافتتاحيه، شوكولات اناناس، قهوه، عطر رائع صراحة. الثمن ديالو 150 درهم. العطر القريب ليه هو بلاك فونتوم باي كيليان، عجايب من العطور الرائعة، خاص غير تزعم عليهم باش ترتدي هذا العطر هذا. وكاين عجايب دبي، هو كما قلت لكم العطر هرمي، العطر كيدرج من بعد راه ما كتبقاش هذه الرائحة هذه، العطر ممتاز، أداء ديالو ممتاز. عجايب دبي النسائي، عجايب دبي النسائي مونغ، النساء اللي كيعجبهم الخط ديال، كما قلت لكم الخط النساء اللي كيعجبهم الخط تقريبا ديال فونتوم النسائي باكو رابان، عطر رائع والاداء ديالو حتى هو ممتاز. بالنسبه للعطر عجايب، عطر بينك شيمر سوكري انتنس من العطور حتى هو الرائع، البدائل الرائعه ديال فيكتوريا سوكري، الثمن ديالو 130 درهم. انا غنحاول كما قلت لكم مع اش عندي بزاف ديال الروينه، وحتى السلعه كما كتشوفوا المحل راه تقريبا شبه خوا، يلا كنوجد هذيك السلعه ان شاء الله باش نديروا ليها بلاصه. كومو موازيل البديل الرائع، البديل الرائع الكوكو مادموزيل ديال شانيل، العطر الممتاز، العطر الرائع، نقدروا نقولوا عطر هو تقريبا السن، ولكن شانيل فخمه تقريبا هو البنات كوكو مادموزيل، ولكن حتى النساء تقريبا 40 سنة. المهم شانيل الخط ديالو تقريبا كيعجب جميع الأذواق باستثناء بعض النساء. الثمن ديالو 130 درهم. يور تشوتش العطر الرائع البديل سترونجر ويديو أنتونسلي، هو ماشي بديل ديالو باش نكونوا واضحين، هو قريب ليه كيفكرك فيه، ولكن الخط ديالو رائع. عشاق فانيليا الخطوط الرائعة، نقدر نقول لكم غورموندية، هاد العطر هذا رائع والثمن ديالو 130 درهم. بونتير البديل الرائع، العطر فونتوم باكو رابان حاليا في قصر الفخامة حتى هو ثمن جد مناسب 130 درهم. عطر هيبة الرائع، عطر هيبة النسائي الفخم الجميل جدا، الثمن ديالو حاليا في قصر الفخامة ثمن جد مناسب 140 درهم. عطر هيبة من العطور الرائعة المعروفة. بلو دو شونس البديل الرائع، العطر بلو دو شانيل الثمن ديالو حتى هو 130 درهم. وغنمشيو لصاحب العطر اللي كيقلد بوكانيرا من
اوردو باريزي، عطر رائع. العطر في الشكل ديالو، اللون او العصير كما كنقولوا اللي لداخل كيوحي لك العطر انه عود جلد. العطر غيكون غامض ولكن العطر هو رائع. فيه نوطات حمضيات، عطر رائع جدا. ما كرهش، ولكن ان شاء الله غندير لهم مراجعه هاد العطور هادو. الثمن ديال العطر الصاحب حاليا قصر الفخامه ثمن جد مناسب، 170 درهم. عطر الصاحب حاليا 170 درهم. وهذا العطر هذا جديد، حياتي عطر رائع. ما نقولوش عطر رائع، تقريبا حياتي كيفاش غنشرح لكم. اللي كيعجبو الخط ديال 1 مليون لاكي بحال موصوف، غير هذا اداء صراحه افضل من موصوف، اداء رائع. الخط ديال 1 مليون لاكي هادو راه من الجديد، تقريبا من اول اكتشافات بان لي انه 1 مليون لاكي. بعد العطور راه عندي هنا يومين 3 ايام كما قلت لكم، حيت ضروري ما ندير لهم المراجعه ونقيم الاداء ديال. الثمن ديال عطر حياتي 150 درهم. 150 درهم الثمن جد مناسبه. بلاك اوريغامي البديل الرائع، البراك عفوا التونفورد بلاك اوركيد من العطور الرائعه حتى هو الشتويه الفخمه. ان شاء الله غنديروا سلسله على العطور الشتويه، الثمن ديالو 130 درهم. ناريسا غوز ميسك حتى هذه من العطور الجديده، ناريسا غوز ميسك عطر نسائي رائع، الثمن ديالو حتى هو قصد الفخامه جد مناسب، 130 درهم. 130 درهم. كما قلت لكم راه كاين واحد الزيرات في الاسعار، واحد اللائحه يلاه دارتها لطافة. انا دائما كنجيب لكم اخبار جديده ابتداء من 1/1/2024. كاينه زياده في الاسعار، ماشي بزاف المهم، ولكن حيت ماشي بزاف باش زادوا عندنا دابا واحد شهرين باش زادوا هذيك 10%، دابا داروا واحد 3%، وغادي تنشوفوهم فين غيوصلوا. المهم حنا الحمد لله راه في المغرب راه كيوصلونا باثمنه مناسب. نارسيسو رودريغيز الثمن ديالها حاليا 130 درهم، اداء رائع. روعة المسك حتى هي من العطور القديمه، ولكن اللي كيعيشوا معنا كنبغيو نعاودو نجيبوهم. الثمن ديالها حتى هي 130 درهم. عودين راه عندي مفتوحات تما، كما قلت لكم راه البحر كيبان لكم السلعه خاصه ان شاء الله باش تحط. عطوني واحد شويه الوقت وانا معكم ان شاء الله. عودين الثمن ديالها حاليا 150 درهم. العطر الرائع شعودين، تقريبا عطر قريب او كيفكرك في الكسندريا تشو. عطر رائع جدا، بانك دريس البديل الرائع لنينا ريتشي حتى هو 130 درهم. كوير ليدر، كوير ليدر هذا العطر عجبني بزاف حتى هو، العشاق اومبري ليدر لو بارفا، هذا تقريبا فيرسون ديال لو بارفا. كوير ليدر من فراغرونس وو، اللي عنده اومبري ليدر، اومبري ليدر ديال تونفور ديال الهامبرا، هذا ماشي بحالو، من العطور كما قلت لكم الرائعه. اداء ديالو ممتاز، بالنسبه للاداء ديالو ممتاز. الثمن 150 درهم. هذا العطر خاص ندير عليه مراجعه لان عطر يستحق صراحه. باش كاين فرق بينه وبين الاخر في الافتتاحيه، هذا تقريبا هو اللي خاصو يكون اودو بارفا. كوير ليدر عطر حلو، كتحس بواحد الحلاوه في الافتتاحيه مع الجيب عكس اومبر ليدر. والرائعه ميغارا حتى هي راه كاينه، ياه البديل الرائع الايكغريك اف سان لورون، الثمن ديالها حتى هي 130 درهم. جورج البديل الرائع اكوا دي جيو بروفومو 130 درهم. ناريسا بودري البديل الرائع، نارسيسو رودريغيز بودري من العطور النسائيه الرائعه، راه سبق وشاركت معكم، الثمن ديالو حتى هو حاليا 130 درهم. غريز البديل الرائع، العطر القريب جدا الغريز ديال ديور، عطر رائع جدا. هو 80% نسائي، ولو انه انيسيكس كاين بعض الرجال كيديروه، ولكن عطر كيميل للنساء. والثمن ديالو حاليا غريز 190 درهم، بالنسبه لغريز 190 درهم. امير العود من العطور الرائعه الفخمه الشتويه،
الثمن ديالو حاليا 150 درهم. عطر حياتي الرائع، اقرب عطر تقريبا الهوس، هوس هوس من الرصاصي او الامفيكشيس اكوا. المهم حياتي قريب الهوس جاني انايا، رائع، الثمن ديالو 150 درهم. والاداء ديال العطر ممتاز اخواني، اداء العطر ممتاز. ملي كنقول ممتاز يعني ممتاز. عاودت وفرت لكم بولفار 24 لانني قلبت على بديل لايتن ما لقيتوش، احتاج الحمد لله عاوتاني هاد بولفار 24. وهاد بولفار 24 باش تعرفوا راه مابقاش يخرج حتى في الشركه، مابقاش يخرج. كنا كنتسناو في عناقيد ولكن ما جاش عناقيد. شمس امارات 130 درهم، بولفار 150 درهم، ثمن جد مناسب. الرائد اللون ازرق والكري عطر تقريبا قريب سيدراج بوازي مانسيرا، واللون الازرق الرائد تقريبا قريب العطر كينغ ديال دولشي اند غابانا. ثمن جد مناسب، قصر الفخامه حاليا فيهم ثمن جد مناسب 160 درهم، 160 درهم. وكما قلت لكم قصر الفخامه دائما كيحاول يوفر لكم اثمنه جد مناسبه. عطر قمه حتى هو البديل الرائع الجود جير النسائي 130 درهم. ومشوا العطر الرائع ايضا اوزوني البديل افوريا الرائع كالفين كلين، الثمن ديالو حتى هو 130 درهم. وغنمشيو لاغوج باروك، لاغوج باروك حتى هي اكس تقريبا باكارا غوج اكس تري، لومباراج الجديد هذا، والثمن ديالو قصر الفخامه جد مناسب كما العاده 130 درهم، الثمن ديالو 130 درهم. عطر يارا الرائع عاود جبتو لكم يارا، كما كتعرفوا راه بزاف بزاف في السوق، الناس اللي متبعين راه عارفين، الثمن ديالو حاليا 190 درهم. وغادي نمشيو لميغارا العطر الرائع. ميغارا كنا كنتسناو فيك في الصيف، ولكن انا بالنسبه ليا والله اعلم مازال يتلبس لان العطر قوي قوي من ناحيه المكونات ديالو، ولو ان العطر اكواتيك فيه نوطه بحريه، ولكن العطر قوي وهذيك النوطه البحريه ما كتبقاش، كتكون معاك واحد شويه ومن بعد ما كتبقاش. عطر رائع، الثمن ديالو اروع في قصر الفخامه، باش عرفوا قصر الفخامه الاثمنه 130 درهم، عفوا 230 درهم، 230 درهم. بحالو بحال الاخ ديالو طيره حتى هو 230 درهم. اخواني واخواتي كنتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، من طبيعه الحال اللي عجبكم الفيديو ما تنساو الاشتراك في القناه، وما تنساوش لي جيم باش الفيديو يطلع للاخوه. وان شاء الله احنا دائما كما عودناكم فيما تكون شي حاجه رائعه راه نشاركوها معاكم، ودائما معلومات. والغايه ديالنا في قصر الفخامه كما كنذكركم هي الثقافه العطريه. اخواني واخواتي السلام عليكم ورحمه الله.